بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. أكد انطلاقتي سن المفاجآت، سن اللقايا، ياتي ثالث الأشواط بعد الكؤوس الغالية التي حملت أيضا اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله ينطلق هذا الشوط، شوطنا الثالث هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، الخاصة بالأبكار، اللقايا، المحليات، الأصايل، قناة ياس الرياضية بالمرصاد، الحدث معنا كما يجب أن يكون دائما وأبدا هنا مشاهدين الأعزاء. كما ننوه بأن التتويج سوف يكون أيضا بعد نهاية الشوط الرابع، بعد نهاية الشوط الرابع سوف يكون تتويج الكؤوس أيضا في المنصة الرئيسية. على البركة، هذا الشوط ينطلق والسيارة الفاخرة بالانتظار للفائز بالمركز الأول، معزل محمد بن ناصر بن سعيد المنصوري تأتي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني من الزاوية الأخرى تأتي غازية في هذه اللحظات، محمد بن مبارك بن إريو المنصوري يقدم غازية على المركز الثاني والمركز الثالث، الوصول أيضا من الشاهينية سيف بن محمد بن دعيفس الشامسي وصل تدخل أيضا على المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع وصلت شهبلان لسلطان بن غالب بن راشد، أيضا المنصوري وصل شعار بن غالب، أيضا بدأ يبحث عن مفتاح سيارة هذا الشوط، يأتي في المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات ايضا عمر بن عوض بن عمير الكتبي يقدم مرموقه بشعار المتحدي، يتواصل هنا على المركز الخامس. المركز السادس الوصول من الظبي طارق بن احمد بن خليفه الشاهين السليطي، ايضا بدا يتدخل احد الضيوف القادمين للمشاركه في هذا المهرجان، ولكن الذيبه محمد بن علي بن قريع، وصل المري، وصل الامبراطور، تدخل في المركز السابع. المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات مشكورة لحمد بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، تدخل هنا في المركز الثامن. المركز التاسع، هذه أيضا هناك أيضا اللي هي سبايب سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، أيضا بدأ يتدخل من عمق الميدان يبحث عن فوز وانتصار. الله الله، وصلت رهيبة، خلف بن ساري بن بلوش المزروعي وصل يقدم رهيبة في هذا الشوط الرهيب، في هذا الانطلاق الرهيب، في هذه النجومية الرائعة هنا في ميدان الشعب، ميدان اللبسة، الراقي دائما وابدا بانطلاقاته ايضا المميزة. ولكن العودة، غازية يا غازية، غازية على المركز الاول، ابناء الوثبة يبحثون عن الفوز والانتصار، كما ايضا فازوا في ليلة البارحة مع معركة بالكاس الغالي. ياتي سلطان بن ريو بن محمد المنصوري، ابو عمر يتواجد ليقدم هذا الاسم، ليقدم هذا الاداء مع محمد بن مبارك بن ريو المنصوري. هذه هي غازيه، هذه هي غازيه، تنطلق في الصداره الاولى، تسير الى المركز الاول. الله 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 الله، المركز الثاني الواصلة هنا الشاهينية لسيف بن محمد بن دعيفس الشامسي وصل على المركز الثاني، يقدم سلالة شاهينية. المركز الثالث وصل شعار بو زايد ليقدم معزة محمد بن ناصر بن سعيد المنصوري، ياتي على المركز الثالث أيضا بقيادة أحد شبابنا المضمرين حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن من القادمة، من المنطلقة؟ الظبي السليطي وصل، وصل في المركز الرابع. الله 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 الله، يبحث أيضا عن سيارة هذا الشوط، يبحث عن مادة الزعفران الغالية في هذا المهرجان الغالي الذي يحمل النسخة السادسة. ولكن بن بلوش، بن بلوش وصل أيضا يقدم رهيبة، خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، يا سلام، قادم من الغربية، قائد لواء الغربية، يسير يتجاوز هنا من مركز إلى مركز، يسير هنا
ليقدم هذه الانطلاقة القوية، الأداء الكبير. أصمد يا أبو سلامة، انتقل من مركز إلى مركز، الأسماء بدأت تسير، ولكن وين غازية؟ حد شاف لي غازية؟ غازية على الصدارة، غازية على المركز الأول. ياتي هنا بنيريو المنصوري يقدم غازية على مقدمة هذا الشوط. محمد بن مبارك بن ريو المنصوري غازي على الصدارة، غازي على المركز الأول. بدأنا نصل أيضا إلى 1500 متر الأخيرة. الله الله الله، غازي على المركز الأول. أرى سيل جارف، أرى انطلاقات قوية قادمة من المناطق الخلفية. العمية وصلت، العمية وصلت، هنا وصل حمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. يا سلام يا العامري، أول ندى، أول ندى للعمية القادمة هنا على المركز الثاني. ولكن الوصول التحدي المثير هنا من اللي هي رهيبة. خلف انساري بن بلوش المزروعي، تقدم بن بلوش، ولكن الوصول من الزاوية الأخرى التحديات هناك من الشاهينية. سيب بن محمد بن دعيفس الشامسي وصل. الله الله الله، بن مفتاح وصل أيضا. حمد بن راشد بن مفتاح يقدم غازية، ينطلق مع غازية. وصلت أيضا هنا وقادمة هنا بشعار المجازف. ياتي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الشايبة. مبارك بن محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بدأنا نسير في هذا الكيلومتر الأخير. الله يا غازية، غازية على الصدارة، غازية على المركز الأول. يلا يا بنيريو، روح مع المركز الأول، انطلق مع الصدارة الأولى. يا سلامي عليك يا أبو عمر. أيضا سلطان بنيريو المنصوري، من يقدم هذه الانطلاقة؟ من يسير مع المركز الأول ويقدم غازية باسم محمد بن مبارك بن ريو المنصوري؟ القادم أحلى، المنطلق أحلى. شعار بن غنام وصل، وصل في هذه اللحظات ليقدم هذه الانطلاقة القوية. مشاهدين الأعزاء، زاهية ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي وصل. أول ندى لزاهية، ولكن غازية، غازية منطقة الإعلام، هذه المنطقة التي تصدر فيها جولة الأوامر، جولة الأوامر. حر الله 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 الله، وثباوية وثباوية. غازي غازي غازي، بسلم على المختبر. سلالتي غازي، سلالتي غازي المختبر. الله 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 الله، تهانينا تهانينا لمحمد بن مبارك بن ريو المنصوري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. سلام لبو عمر سلطان بن ريو المنصوري على هذا الفوز والانتصار ولحظات وصول غازية بدون أي منافس. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في مشاهدين الأعزاء رهيبة. خلف بن ساري بن بلوش المزروع المركز الثالث، كان دخول أيضا رائع وجميل. زاهية ناصر بن محمد محمد الغنائي الهاملي المركز الرابع. غازية حمد بن راشد أيضا بن مفتاح شامسي المركز الخامس. وصول جميل، تحدي مثير من اللي هي مشكورة. وصلت المركز الخامس لحمد بن عبيد بن حمد العصان المنصوري. تهانينا والناموس. هنا لنا عودة أيضا بالتوقيت الزمني مع الزميل والمخرج أسامة الهواري، يأتي لنا أيضا هنا بصورة رائعة من المنصة الرئيسية، ولكن هنا يعيد إلى التوقيت الزمني. هذه لحظات وصول غازية. تهانينا لبني ريو على هذا الفوز والانتصار. سلام أبو عمر، سلام سلام غازي، سلام سلام إلى المختبر. 7:39 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. محمد بن مبارك بن هيريو المنصوري، بينما المركز الثاني كانت رهيبة. خلف بن ساري بن بلوش المزروعي قدم عرض رائع وجميل. أبو سلامة بالفعل 7:44 و9 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما من احتل المركز الثالث. عطنا المركز الثالث يا أسامة، المركز الثالث. هناك وصول جميل، تحدي مثير من زاهية ناصر بن محمد بن غنام الهاملي. أيضا تهانين البن غنام، 7:46 و8 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الأعزاء شاهدنا 3 أشواط. بعد الشوط الرابع سوف يكون تتويج المالكي لن سعيد بن محمد بن